نبتيك يا عراق بالروح بالدم، نبتيك يا عراق بالروح بالدم، نبتيك يا عراق بالروح بالدم. احنا متقاعدين نطالب بحقوق كافة المتقاعدين المدني والعسكري، وهو اهم مطلب هو تعديل الرواتب كافة المتقاعدين العسكري والمدني وباقي المراتب التوصيات. فاحنا نطالب رئيس الجمهورية رئيس الوزراء ان يراعي هاي الناس المظلومة من مطالبها، واهم شيء مطلب هو تعديل رواتب الناس المظلومة. هاي كلهم ناس مظلومة، كلها ناس مظلومة، هاي كلها ناس مظلومة ومستضعفين، واحنا نطالب بحق كل مستضعف وبحق كل واحد، ونطالبهم بالانصاف. احنا لا رايدين شيء، احنا ما رايدين شيء، لا رايدين اسقاط حكومة ولا رايدين اسقاط دولة. كل ما هنالك نريد مطالبة حقوقنا، وهذا حق شرعي، هذا تعبنا، احنا خدمنا الوطن، خدمنا البلد، احنا ما خدمنا اشخاص، احنا خدمنا بلد، وضحيات كلها بلد، معوقين كلهم مرضى، كلهم مرضى، احنا خدمنا هذا البلد الوطن، وعلينا ان نبني، وعلينا ان نبني الوطن. فاحنا قاعده للاجيال، قاعده. فاذا كانت هذه القاعده هي تعبانه، فكيف الاجيال ورانا؟ ماذا احنا اولادنا كيف يعيشون على التقاعد؟ التقاعد 400، التقاعد 400، شو اسوي بال 400؟ انا مريض، انا بالشهر 100,000 بس علاج، 100,000 بس علاج، زين شو وقت المنطقي؟ فنطالب من هذا البكان، ونشكر كل واحد، النواب، مجالس النواب، كل واحد شريف انه يعرف هاي الناس وان يدعي بحقوقها وان يطالب بحقوقهم كل المشروعات. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مشكورين. باسم متقاعدي العراق نتقدم للسيد رئيس مجلس الوزراء الى ايصاع الصوت لهذه الشريحه المظلومه. احنا قمنا بالاعتصام والتظاهره والوقفه الاحتجاجيه هاي بناء على المظلوميه والاستخفاف بالمتقاعد العراقي ضمن قانون رقم 9 سنة 2014 اللي هو شرعته الحكومة ومجلس النواب. احنا من هذا الموقع نطالب السيد رئيس الحكومة بالفقرة اولا بزيادة وتعديل رواتب الحد الادنى للمتقاعد العراقي. اثنين، نطالب من هذا الموقع بإقالة السيد احمد الساعدي رئيس هيئة التقاعد الوطنية لخيانته المقيتة لرواتب هاي الشريحة الضعيفة والذي تم استقطاعه بدون لا ضيم ولا قانون ولا حرمان. وأطلب من السيد رئيس الحكومة بالحضور إلى هذا الموقع لرفع شكوى ومشاكل المتقاعدين، رغم هي كلها مصرة بالقانون وموجودة ضمن القانون، لكن الجهة التنفيذية السيد الساعدي ما ينفذ. احنا الاساسي عندنا هو تعديل الراتب وزيادته الحد الادنى من 400 الى 800,000. تعرف الوضع المعيشي، هذا الرجل الضعيف المستقبل المتقاعد، اسئله المسؤول، تكفيه 400,000 بالشهر؟ تكفيه؟ كلهم اجارات وكلهم مرضى وكلهم ناس تريد تحج من حقه يحج، يروح عمره من حقه، زين هاي 400 تكفيه؟ رغم القانون مشرع
ولكن الجهة التنفيذية رافضة. زين، أكرر أطالب رئيس الحكومة بإقالة السيد الساعدي من منصبه ويجينا بشخص ثاني وطني شريف يحمل أمانة شريحة هاي المتقاعدين. يعني ماكو شخص يقر بالقانون أنه يطلع تقاعد لمدة 15 عام أو 20 عام. زين، لكن القانون شو يقول؟ يقول أنا ما أصرف لراتب ولا أصرف مستحقات إلا بعد ما يكون عمره 50 عام. هل يجوز هذا القانون؟ بيا شريعة وبيا دولة. هاي الشريحة اللي دافعت عن البلد، دافعت عن قلطة الدم، هاي مستواها وهاي مجازاتها. نطلب من السيد رئيس الوزراء تعديل قانون التقاعد بقانون واحد يشمل الكل، أولهم بزيادة رواتب الحد الأدنى وإسوة بأقرانهم الوظائف من الجيش والوظائف المدنية الأخرى. شكرا جزيلا. أكو زيادة من 1/1/2014 ما يقبلون يطوها إلا معقبين، ويستفادون دائرة التقاعد يستفادون منها. رحت ذاك اليوم دائرة التقاعد يقول لي ما مشمولة، اجا معقب كان يقول لي شلون ما مشمولة، انت مشمولة. قلت لهم ما مشمولة، قال ما عليك بهم، يريدون يستفادون من الفلوس. ابو الحاسبة ياخذ، ابو التقاعد ياخذ، لعد احنا شنو ذنبنا ياخذون حقنا؟ 4-5 ملايين هو المفروض ان تراكم فروقات ما يطوها ان الا يستفادون، الا ياخذون كل من مليون مليون، احنا شنو ذنبنا؟ ابوهم ميت، اطفالي قطعوا راتب مال ايتام، قطعوا ما يقبلون يطون اياه. بالوثبة دا راجع عن يومية طالعة من الصبح للظهر، شو يقول لي؟ يقول لي شو تريدين؟ شو تريدين؟ روحي الله وياك، شو تريدين؟ نحن مجموعة من الناشطين على الفيسبوك نظمنا هاي التظاهرة اليوم نطالب الحقوق. وأول حقوق رئيسية هو زيادة الرواتب من الحد الأدنى من 400,000 إلى 800,000، وزيادة الراتب التقاعدي لجميع الفئات بنسبة 30% مع زيادة رواتب الوريث بنسبة 50%، شمول المتقاعدين بقطع الأراضي السكنية مع شمولهم بقروض إسكان. توجد رواتب متقاعدين توحيدها عموما مساواة رواتب محالي التقاعد قبل قانون 2014 مع اللي تحالوا التقاعد بعد 2014. توزيع الرواتب شهريا وليس شهرين، شهريا كل شهر واحد. تخصيص 10% نسبة الحجاج للمتقاعدين دون شرط القرعة. عندنا متقاعد طلبات العسكريين، يعلم الجميع بأن الجيش هو جيش الوطن، جيش واحد وليس جيشين. لذلك نطالب مجلس النواب بحذف عبارة السابق من جميع القوانين ومعاملتهم أسوة بالجيش الحالي مع إعطاء كافة حقوقه من تاريخ حالته على التقاعد قصرا وليس بمرفتهم، بأمر الحاكم الأمريكي بموجب القرار المرقم 30 لسنة 2005 ولغاية استلام الهوية التقاعدية. تنفيذ المادة 36 من قانون الموازنة لعام 2019 حرفيا لكل منتسبي الجيش الذين حيلوا على التقاعد، وعدم السماح لهيئة التقاعد الوطنية بتفسير المادة المذكورة خلافا للقانون. المطالبة بشمول جميع الذين أحيلوا على التقاعد قصرا بموجب القرار 30 لسنة 2005 والغير مشمولين بإجراءات المساءلة والعدالة ولديهم هويات تقاعدية بمكافأة نهاية الخدمة استنادا إلى قانون رقم 9 لسنة 2014. صرف راتب الرتبة الأعلى، إنهاء موضوع الأوامر الديوانية المتوقفة حاليا، تفعيل اللجان الخاصة بدراسة طلبات الإحالة على التقاعد وترويج معاملاتهم التقاعدية اعتمادا على أي مستمسك دون تحديد، شمول طلاب الكليات العسكرية والمعاهد الأخرى بالإحالة على التقاعد وإعادتهم للخدمة. مطالب منتسبي الداخلية، تم حالتنا على التقاعد بموجب المادة 12 من قانون رقم 9 لسنة 2014 ولكن لم تصرف لنا رواتب من تاريخ الإحالة لحد الآن. لذا نطالب برفع شرط العمر والإبقاء على الخدمة أو تقليل العمر من 50 إلى 45 وإعادة الراغبين إلى الخدمة. لذا نطالبكم يا أعضاء مجلس النواب باعتباركم ممثلين الشعب بإنصاف هذه الشريحة الواسعة والتي يقدر عددها بحوالي 4 ملايين شخص إضافة إلى أعوالهم حتى يعيشوا بكرامة، وإعطائهم حقوقهم كاملة تتناسب مع متطلبات ظروفهم الصحية والمعيشية
كونهم من كبار السن واغلبهم مصابين بامراض مزمنه. مع المطالبه، وهي مهمه، نقطه مهمه، مع المطالبه باستدعاء رئيس هيئه التقاعد الوطنيه احمد الساعدي والتحقيق معه، لانه انسان غير منصف وغير نسيه وغير امين على وظيفته. مطالبنا اولا نهايه الخدمه والحد الادنى مال الرواتب. يعني احنا بالنسبه لنا الجيش السابق هو شنو فرقه عن الجيش الحالي؟ احنا كليتنا اخوان، وكليتنا احنا همنا الوطن، هاي عراقيين، هويتنا تقرا عراقي. فاحنا كل اللي نريده، كل نطالبه من السيد رئيس الوزراء ورئيس البرلمان والرئاسات، ما رايدين شيء، حقنا ما رايدين لا مكرمه ولا منيه احد، احنا رايدين حقنا مثبت قانونا، وافق عليه مجلس النواب وصادق عليه رئاسه الوزراء وراح لوزاره الماليه. المبلغ ليش يجزئ؟ وبعدين ليش الحد الادنى 400؟ ليش ما يصير حالنا حال بقيه موظفي الدوله، حالنا حال الجيش السابق الحد الادنى 800؟ يعني هل احنا مو جيش؟ هل احنا ما معترف شهريا؟ شهريا شهر الواحد 800 الحد الادنى، حالنا حال بقيه اخواننا بالجيش الحالي الابطال. احنا وياهم عملة واحدة، مثل ما هم قاموا بواجباتهم وحموا العراق من الإرهاب، احنا همينا حمينا العراق وحمينا حدود العراق وأطفال العراق ونساء العراق وبنينا العراق والمدني. احنا كليتنا عراقيين، إذا ماكو تسوية، إذا ماكو عدالة، شلون نقدر احنا ننهض بمجتمعنا؟ فأخوان احنا ما رايدين شيء. أترجاكم الرئاسات الثلاث، السيد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي والسيد رئيس البرلمان وخاصة النائب الدهلكي، أن يتبنون هذا الموضوع. موضوعنا احنا الجيش السابق، احنا شريحة حالنا حال بقية الشعب العراقي، ما رايدين أكثر من حق، ما رايدين أكثر من اللي ياخذوه أخواننا بالجيش الحالي. فاحنا نريد حتى الصيغة، الاسم مال الجيش السابق، هاي همينة تنشال. احنا قصرا، وبعدين احنا الجيش هو اللغم، مو قرار رئاسي، اللغم قرار امريكي اخوان. يعني احنا ما زلنا ضباط ومنتسبي جيش العراق، فليش ليش ليش هذا حاطين الحد وهذا الفاصل بيننا وبين؟ لا بالعكس، واحنا همينة حاضرين للدولة وحاضرين للدفاع وحاضرين مستعدين نضحي بدمائنا من أجل العراق. احنا ضحينا وناس ضحى وهواية نطوا دماء، ليش هسه حاليا انعزلنا؟ فاحنا هذا حقنا وما نريد أكثر من حقنا، وكل من ياخذ حقه وحتى سود العدالة ويسود التآلف وهذا. والمكافأة هي انصرفت المكافأة كاملة وصادق عليها مجلس النواب. زين ليش تجزأت؟ والمالية وافقت عليه، رئاسة الوزراء وافق، ليش جزأتها يا السيد أحمد الساعدي مدير عام التقاعد؟ ليش جزأت المبلغ؟ زين هو ده ينصرف هسه، يطلع من الجيش الحالي ده ينصرف له مبلغ كامل المكافأة نهاية الخدمة، احنا ليش جزأتنا اياها؟ مع انها هي قانونا انصرفت وتخصصت لها المبالغ. هذه مطالبنا، ما رايدين اكثر من حقنا. الحد الادنى 800 كل شهر، صعبة على الحكومة، صعبة على الدولة، على الناس اللي ضحت بدمها. فهذا هو مطلبنا، هاي وقفتنا هنا بهالشمس وبهالش اسمه، حقنا وحق عوائلنا واطفالنا. هاي رحم الله والديكم. احنا متقاعدي العراق بكافة فئاتهم، مدنيين وعسكريين وكيانات منحلة كما يسمى، اللي سمانا بالغيمر مو غيره. احنا تمنا بالحكومة العراقية بعد 2003 بأنه تحقق مطالب الشعب. النظام السابق ظلم هاي الشريحة، احنا ذنب العسكريين كانت بذاك النظام السابق فقط وظيفتي، يا أما الجيش، ما حد كان من عندنا زنقين ولا حد كان عندنا ملايين. وجينا ويعرفون السياسيين كل زين، لأنهم ضاقوا مرارة الفقر، بس مو معناتها أنت فقير إذا بالفقر تخلي الناس تعيش بالفقر. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيتي، ماكو واحد جوعان أنتم ما تتحملون مسؤوليته، هذا حسابكم أمام رب العالمين. وأكو حديث ثالث، راح أقول لكم إياه، من أخذ حق مسلم وهو به عالم اشترى بثمنه مقعدا في الدرك الأسفل لنار جهنم. هذه مسلمين، ما قال مؤمنين أو غير مؤمنين، مسلمين حقهم وبرقبتكم. فإذا تريدون نار جهنم لا تنطوهم حقوقهم، تريدون الجنة والله يرضى عليكم انطوهم حقوقهم. هذه واحدة.
واحدة من البرلمانيات طلعت قالت بأنه واحد البرلمانيين قالوا بأنه احنا 15 مليون ما تكفينا. إذا أنتم حليمين وإذا أنتم صدق تقولون ولد العراق وشاربين مية، شلون لا تتوقع 400 ألف راح تكفي المتقاعد؟ واللي عنده أقل واحد المتقاعدين هم الشريحة الأكثر بالشعب العراقي، كل واحد 4-5 أطفال بالإضافة إلى أنه الأمراض. تدرون الأمراض منين؟ من ضعف التغذية اللي هسه أنتم دا تاكلون طليان وإحنا دا ناكل كله مخضر، لو بيتنجال لو بيتيتا لو طماطم ما غيره. المادة 14 و 15 تحتم عليكم بأنه ترفعون الحد الأدنى للراتب من 400 إلى 800 كل شهر. وإذا شوفون واحد من فقراءكم من عشائركم حد صرن من عشائركم تنطول 800 نفسها يقدر يعيش بال 800؟ عشائركم أنتم مو عشائرنا إحنا الفقرة، لأن إحنا فقرة عشائرنا ذي شوينها. كلكم تعرفون أنه بريمر قد عاد العراق وحاليا هو أمريكا موقفها تعرفون شنو من العراق الآن، موقفها ضد العراق، فعليه إحنا ابناء العراق، طالما نحن ابناء العراق فلنا حق على بلدنا، من حقنا أن يرعانا وأن يقوم بواجبات اتجاهنا من حيث الراتب ومن حيث الشباب اللي أحيلوا على التقاعد ورموا في الشوارع دون إعطائهم حقوقهم التقاعدية، لا هم وظفوهم وعادوهم للخدمة ولا هم انطوهم مستحقاتهم التقاعدية. الجانب الآخر يا أخوان، أكو بالله عليكم أكو إنسان يقدر يعيش ب 916 ألف دينار شهرين وهو متقاعد؟ وتعرفون المتقاعد يصيبه أمراض السكر وضغط وهذه الحياة والعيشة واللي ما عنده بيت واللي يا أخوان والله ترى يعني مأساة، مأساة بمعنى الكلمة. فأنتم إذا رحمتوهم ترحمون نفسكم، لأنه باشر أنه الله سبحانه وتعالى راح يوقفكم أمامه، راح يوقفكم يسألكم، فإنكم مسؤولون، لأنه لهذا ستسألون عليه. نقول عليكم أن تعيدوا النظر بقراراتكم اتجاه إخوتكم أبنائكم حزام ظهركم. باشر إذا صار شيء من العراق وقلت حيك، من اللي يوقف يا غير العراقي؟ هل ينتخي لك شخص آخر غير العراقي؟ وهذول العراقيين أبنائك وأحفاد هذول الناس الأفذاذ. فعليه يا أخوان نحن أصحاب مطالب وليس إلا أصحاب حقوق، مطالبنا حق وواجب التنفيذ شرعا وقانونا. وممكن إذا أدخل بها تفاصيل يمكن قد يكون أدوخكم، بس أنا أقول يفترض إعادة النظر بالراتب التقاعدي أن يصير مبلغ محترم، أقل 6750 في اثنين شهرين مليون ونص يقدر يعيش ببحبوحة، 500 إيجار مليون إيجار و500 يقدر يعيش بين. بس هذه كذلك بالنسبة للحالة المرضية يعني يعيشون بها الناس المتقاعدين. بالجانب الصحي ماكو رعاية، يفترض لهم رعاية خاصة. يعني هسه عملية واحد يريد يروح يسويها اللوزتين تكلفة مليون مليون وربع، زين هاي مين يجيب الناس؟ يعني أنا من دا أحكي يا أخوان أحكي عام. أما ما يتعلق بالأخ أحمد عبد الجليل الساعدي، هو أخ إنه وموظف دولة، يفترض أن ينفذ القرارات والقوانين بحذافيرها، لا يروح باتجاه الجانب السياسي تحت تأثيرات حزبه أو تحت تأثيرات عقائدية. إحنا كنا عراقيين تحت القانون سواسية، نريد القانون وليس إلا، نريد الحق هو الأساس. ينسمى فوق كل الخلافات اللي درأت بالوطن ونكون يد واحدة وقلب واحد. يا أخوان يا مسؤولين عاملونا كعراقيين، إحنا أبناء هذا البلد. صح كنا سابقا بأجهزة خاصة وأجهزة أمنية وكيانات منحلة، بس ليش تسلب حقوقي أنت؟ انطيني حقي، انطيني حقي. باكر العراق من يوقع بضيم، من يوقف لغير أبناء العراق يجون من الخارج يدافعون؟ أنتم انطيتوا حقوق العمالة اللي كانت تشتغل خارج العراق ومو عراقيين وديتوا لهم حقوقهم. عجباً ليش تحرمونا احنا من عندنا؟ لنسلمي، لنرفع كلمة القمعيين ونلغي كلمة هذا قمعي وهذا كذا وهذا كذا، نتعامل كعراقي. أنا مطلوب بشي، تعال حاسبني وفق القانون، لا تحاسبني وفق أجندك ومزاجك، حاسبني بالقانون. إذا القانون أنا يحكمني على عين ورأس القانون العراقي والقضاء العراقي ينزهني، بس أنا منزه من قبل هيئة المساءلة والعدالة، منزه من قبل المحكمة الاتحادية، وده تقول لك اصرف حقوق. ليش تسلب حقوقي أنا؟ ليش ما تنطيني راتبي كامل؟ ليش تقسم الحقوق يعني حسب مزاجك يا مدير التقاعد؟ هلا هلا بينا، ويا رئيس الوزراء ويا رئيس البرلمان احنا نستجير بكم من الظلم اللي وقع علينا.
احنا نستجير بكم. وهذا ترى ماكو مظلوم يستجير به، رب العالمين سبحانه ورب رب العزه والجلال دا يستجيب للمظلوم. ليش انت معاند؟ ليش ما تنطيني حقي؟ انطيني حقي واخذ حقك من عندي اذا انا مطلوب لك، اذا انا عندي شيء حاسبني بالقانون، لا تحاسبني انت مزاجك. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا منتسبين الجيش السابق، احنا ما عندنا قاعده بيانات، بس هم مكلبيننا كل ما يصير مقابله ويا احد القنوات مكلبين انتم ما عندكم مستمسكات. احنا عددنا 21,000، دخلنا اللجنه بال2014 بشهر السابع، صارت بيها معاملاتنا صح الصدور، وراء 10 أيام متوقفت اللجنة من 2014 لحد قبل يوم الثلاثاء، رجعونا معاملاتنا بالتقاعد العسكري، قالوا لنا تعالوا استلموها ودوها للمحاربين هناك اللجنة. لما أخذناها المعاملات كانوا قالوا لنا يابا ماكو لجنة، ترى انتم بكيفكم تجيبونها؟ قلنا غيابا غير، قالوا دزونا عليكم. قالوا عمي ترى كل لجنة ماكو، ما كل لجنة، واحنا هسه معاملاتنا عندنا ببيوتنا بأميها، يعني الى متى نضل بهذا الظلم؟ لجنة انشاء القيود، انشاء قيود بس عندنا اوليات. متى تشكل هاللجنة هذه ومصيرنا مجهول؟ لحد الان قطعوا رواتبنا ولا عندنا مثل مصرف، كنا يعني عندنا عوائل وكنا عندنا مرضى، الى متى يعني نضل هيك؟ يعني واحد يخدم له 4 سنين يطوه كافة حقوقه، وواحد خدمته 25 سنة ما يطوه. من الجيش السابق والكيانات منحلة، نفس الكلام اللي قاله القبيلة، احنا تنقصنا قاعدة بيانات، اللي عندنا مستمسكات من 69 لحد السقوط، جميع المستمسكات، أنا من الناس عندي 15 مستمسك، أوراق صفر حتى عتيقة شهادة وضعهم والله، كل ما راجع التقاعد العسكري، وشو المحاربين؟ أنت ما عندك قاعدة بيانات، وين قاعدة بياناتنا؟ وين صارت؟ احنا ذنبنا شنو؟ قصرين؟ خلي يطلع مسؤول كبير يحكي بقضيتنا، يحل قضيتنا، يسوي لنا بالشروط سهلة حتى تحل مشكلتنا. ناس كبار السن قابلين السجادة وقاعدين، الله وكيل، 60 و70 ضالي، ما عندنا غير الله والجهات الخيرة اللي بالدنيا، وكل من ضمير حي أن يوقف ويانا، وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. أشكر قناتكم الموقرة، احنا شريحة كبيرة بالعراق، شريحة المتقاعدين، ومنذ 2003 لحد الآن احنا مظلومين من قبل هيئة التقاعد العامة وزارة المالية، ما حد ينصف هاي الشريحة المظلومة، هاي الشريحة أكبر شريحة بالعراق. زين إحنا من بابا يقول إحنا وياكم بالقانون وبالدستور، زين هو الدستور شرع قوانين والموازنة خصصونا مبالغ بيها، ليش هذا المماطلة بها والتسويف بها الحقوق مالتنا؟ فإحنا نطالب مجلس النواب، نطالب رئيس الوزراء بالتدخل ويحل لنا هاي القضايا مال المتقاعدين، وشكرا جزيلا. المعلومات هاي حكومة اللي ترضى بيها، يا حكومة اللي تخلي المصري اللي تقاعد بالعراق، يا حكومة احنا حميناكم من الانتخابات. نطالب البرلمان العراقي والرئاسات ثلاثة، البرلمان، رئاسة الجمهورية، رئاسة الوزراء، بالنظر بقانون التقاعد العراقي لمظلوميتهم وتعديل رواتبهم اللي هي 400,000 دينار بالشهر الواحد، وينطوها كل شهرين 800. اي ظلم هذا اللي وصلنا اليه؟ يا مسؤولين يا عراقيين، أنتم لا تخونوا العهد، نحن معكم ومع العهد باقون، لا تخونوا العهد معنا. لقد رشحناكم وجلستوا في بيوتنا وأنطيناكم العهد وكل الثقة أنطيناكم إياها، وبالتالي نصف الدورة مالتكم الدورة البرلمانية تخونون العهد معنا. نريد عقد جلسة خاصة للتقاعد العراقي وتعديل قانونه، ومن خلال هذه الفضائيات المباركة المشكورة على جهودها وتحت هذه الشمس اللهيبة سنبقى والله والله، وسوف نحن الآن أمام البرلمان العراقي، سنبقى واقفين إلى أن تتحقق مطالبنا، وإذا أنهوها بالقوة ستكون لنا وقفة أخرى في
أسابيع وأيام وأشهر ونشكل بعدها اعتصامات ولا معكم رأي آخر. احنا خدمنا وطن في أثناء حتى بالحصار، حتى بالحصار اللي صار علينا بدلات العسكرية قمنا نقلبها لأن نستحل نطلع بالشارع مبهذلين. احنا رجال شرطة داخلية كنا خبرات، أنا عندي 34 سنة خدمة، أنا قاعد بالإيجار على حكومة خدمناها بالانتخابات وحمينا انتخاباتهم ووصلناها من هالمستوى، تالية جهالنا بيوتنا بالإيجار، بيوتنا بالإيجار. وصور لي هاي، صور لي هذه اللافتة للمصري حقوق تقاعد والعراقي ما له حقوق؟ ليش ما له حقوق العراقي؟ ليش أنت مسؤول لافت؟ شنو لافت؟ على شنو أنت مسؤوليتك؟ شنو مسؤوليتك أنت أمام الشعب؟ احنا خبراء نطالب بس مع المتقاعدين، والله العظيم نداوي القضية حتى بالأمم المتحدة، نروح السفير الأمم المتحدة نطالبه لأن وزارة عنده غيرة أحسن منهم، لا عندهم غيرة كانوا يجون هنا. عوائلنا صار 4 سنين بدون رواتب بدون فلس، مليانة من الذلة، بس تشوفنا مبذلين لأن ما نقدر نطلع بالشارع مبذلين. بس سوي اللي يرجو منك من قناتكم الشريفة، سوي اللي هاي لافتة شلون المصري لحق تشهد النهاية، تشهد هذا قاطع الكرخ، هذا نجدة الكرخ، تشهد قاطع نجدة الكرخ من 91 خدمتنا. وهسه طلعنا احنا خبراء، انا عدت الشاهد خبراء، خبير كلاب بوليسية مدرب. هؤلاء عددهم 3500 منتسب تم احالتهم الى التقاعد منذ عام 2015 ولغاية عام 2018، لحد الان بدون راتب تقاعدي. اغلبهم لديهم خدمة تقاعدية لا تقل عن 25 سنة، قسم منهم لديه خدمة تقاعدية 40 و45 سنة، لحد الآن بدون راتب تقاعدي. تم مناشدة كل الجهات، ما حد استجاب، أي جهة ما استجابت إلى طلبنا. هؤلاء عوائل أصبحت اليوم تحت خط الفقر، عوائلهم اليوم أصبحت تحت خط الفقر. منتسب محال إلى التقاعد عنده خدمة 35 سنة ولحد الآن بدون راتب تقاعدي، لحد الآن 4 سنوات و3 سنوات بدون راتب تقاعدي. منو يقبلها؟ عضو البرلمان العراقي 4 سنوات ياخذ تقاعد، عضو البرلمان العراقي 4 سنوات ياخذ تقاعد، والمنتسب اللي خدم الحكومة العراقية واللي خدم الدولة العراقية 35 سنة و40 سنة و50 سنة اليوم بلا تقاعد، صار 3 سنوات يعاني هو وعائلته بدون تقاعد. الله ما يقبلها. اخوان المن الناشد بعد؟ انا من خلال هذا المكان وناشد دولة رئيس الوزراء وناشد البرلمان العراقي وناشد جميع أعضاء البرلمان العراقي بإنصاف هذه الشريحة من متقاعدي وزارة الداخلية المحالين إلى التقاعد دون عام 50 سنة. أغلبهم يا أخوان لديه خدمة لا تقل عن 30 و35 و40. ليش هذا الإلحاف؟ ليش هاي ناس مظلومة يا أخوان، ناس مظلومة بالله العظيم. أغلبهم الآن تحت خط الفقر. وأنا أشكر قناتكم الموقرة. بسم الله الرحمن الرحيم. مطالبنا الرئيسية هي المتقاعدين التعبانين، أول شيء رفع رواتب مالتنا من 400 إلى 800 بالشهر، علما راتب 400 ما يكفينا احنا، يعني اليوم بجنب الشهر يوم 13 بالشهر، يعني باقي عراق أنا كعسكري باقي راتب مالتي 17 يوم، أنا خلصان الراتب مالتي أصلا 17 بذاك الشهر، يعني ما تكفيني حتى علاجي ما يكفيني، والله وكيل يعني حتى محتاجاني الى عمليه، واللي ما يصدق بيا ودي الدكتور مالي، عمليه مالتي تحتاج الى اقل شيء 6 ملايين و500، منين اجيبها انا؟ دزيت تقارير مالتي للخارج عن طريق مكاتب طبيه، يقولوا لي عمليه هنا ببغداد، يقولوا لي عمليه اي مكان اروح له يقولوا لي عمليه، زين منين اجيب؟ وانا عندي طلاب كليه، يعني شهر مالتي يعني 400 ألف دينار شو تكفيني يعني؟ هيهات من الذله، هيهات من الذله، هيهات من الذله، هيهات من الذله. سووا لنا يا 800 وعندنا خدم 27 سنه عندنا خدم فعليه، يعني تنضرب تصير 54 وماكو، والمسؤول تكفي ال 400؟ يعني تكفيهم هم 400؟ اي والله ما يصير هيك، الله ما يقبلهم، الله ما يقبل لهم. زين يا اخي والله الله ما يقبل لهم. احنا اللي طلعنا سابقا احنا طلعنا ب 95 ما راتبه ما يساوي اللي طلعوا هالوقت، احنا مغبونين، يريد يساوون التقاعد موحد، لا راتبنا ما يكفي،
مال صبيب مال ايجار ما يكفي. المتقاعدين القدامى القدامى احنا القدامى مغبونين احنا المتقاعدين العراق مغبونين هل يساوونا بنفس الخدمه ذول القلعوزه نفس الشهاده اي هاش ليش هذول ياخذون اكثر من عندنا واحنا خدمنا وتعبنا؟ انا الان ما شامني يقول اجهزه قمعيه، انا لو من اجهزه قمعيه ليش انطينا التقاعد؟ احنا ما كنا نخدم شخص، كنا نخدم الوطن، احنا ولد هذا البلد، هسه اذا يرجعونا نخدم هذا البلد، احنا طلعنا برايمر اللعين واني متقاعد ويقول لي ما مشمول، ليش طلع لي هاي هويه؟ اذا عندي شيء ليش طلع لي اياها؟ ليش انطاني تقاعد؟ من 2010 يقول لي ما مشمول بالمكافاه نهايه الخدمه، واشكركم. صار عمره 63 لا يقدر يشتغل ولا يقدر، لو مريض وطلع من 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 جراء الوظيفه، لو شهيد، لو مصاب دافع عن الوطن، ونسبة العجز مالته 100% ونسبة العجز 90%، ثلاث أرباعهم شلل نصفي، لو عميان عيونه، لو شلل كلي، وينطوه 460. يا عالم يا بشرية وين يوديها؟ يوديها للسحب، يوديها للعيشة، يوديها لعائلته كلها، جامعات وكليتها متوسطة وإعدادية، ثلاث أرباعهم بطلوا أولتهم عملنا لهذا، وين يوديها؟ زين 460، انت سامع لحد بشرفك جماعه النظام السابق يسموه، هو جيش واحد لو 20 جيش، هو احنا خدمنا وطن ما خدمنا شخص، احنا طلعنا اكو ناس نسبه العجز مالتها 100% 90% طوع 460 وين يوديها؟ زين هذه الروائد اكو من جندي للرائد 460 بشرفك، من جندي الى رائد يعطوه 460، وين هالعداله الاجتماعيه؟ هو الدستور هيك يقول، اذا تحط لي الدستور يرفضها، واذا شغله اخلاقيه همين يرفضها، اذا شغله سياديه كلها قانونيه همين كلها ضد هذا، احنا شنو هاي التفرقه هذه؟ هاي اللي احنا نريد توحيد كل هذه، كل توحيد كل المتقاعدين مدني عسكري حتى بالوظيفه كلها تتساوى من 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 ذاك الوقت الى هالوقت، احنا ما نريد هذا النظام سابق والنظام 2014 و2013، هذا مو صحيح، هذا هاي تجزئه، احنا جيش واحد، المتقاعد واحد، انتم نهايتكم ترى هاي الدوره راح تخلص وخلوا لكم بصمه، والشعب باقي وانتم زائلين، احنا هاي الوقفه احتجاجيه واستنكاريه واستذكاريه احتجاجيه، لانه كانوا هم كلهم هذا المجلس النواب كل الدورات الاربعه مصرين على بقاء هذه النخبه الشريحه المظلومه على هذا حالها، وزين واستذكاريه نذكر ذكر ذكر فعسى الذكرى تنفع المؤمنين، احنا نريد من رئيس الوزراء اب لكل العراقيين ان توقف بجانب هؤلاء النخبه الشريحه المسلوبه حقوقهم، شكرا. نحن المتقاعدين مدنيين وعسكريين وليس الجيش السابق، احنا جيش العراق سواء كان حاليا او كان سابقا، احنا مظلومين، ان حقوق نريد حقوقنا، وهذه رسالتي اوجهها، اولا تعديل الرواتب من 400 الى 800، ان حقوق يعطونا حقوقنا، هم ما مسوين علينا فضل، زين، وخلي يعلمون وخلي توصلهم الرساله بهاي الهوسه اللي راح اوصلها كل مسؤول اقول له لا تغرك فره الكرسي والكرسي لك ما دام، لا تغرك فرة الكرسي والكرسي لك ما دام، او هم تفرك الدنيا وتخلص الايام، شعبك مي محتاجين بايتام، ها وتحذر من الكرسي تحذر. هسه بعد ماكو داعش، انتهى داعش، هالاستقطاعات المشحفة ليش دا يستقطعوها من عندنا ضباطنا ومراتب؟ فأرجو بأنه ينصفونه بالاستقطاعات. ثانيا المراتب أيضا رواتبهم قليلة وكلهم أصحاب إيجار وأصحاب عوائل، يعني أصبحت رواتبهم ما تعيش العائلة، وخاصة أكو بهم إيجار، وإحنا شعبنا وجيشنا عاش بكل الحكومات، ما شاف هيجي فترة من فترات أي حكومة ظلمت الجيش والمتقاعدين بهالصورة هاي. حقوقنا أن ينظرون بها المجلس النواب المحترم، وينظرونها نظرة أي شعب متقدم، أي شعب خير، احنا شعبنا
بلدنا بلد بلد خير خيراته ثاني دولة بالاحتياطي مال النفط. ليش المن الفلوس وين تروح الفلوس وميزانيتنا ما شاء الله انفجارية يعني خيراتنا فوق راسنا. اذا رئيس البلد فلوسه ما يحللها على شعبه المن يحللها؟ فارجو النظر بمجتمعنا المسكين اللي عانى من حصار وعانى من حكومات جائرة ان ما تكون هاي الحاكم الحكومة مثل الحكومات الجائرة واحنا كنا امل بيها لان معظم البرلمانيين كلهم عاشروا الفترات اللي مرينا بيها. فارجو النظر بوضعنا الحالي وشكرا. الراتب 400,000 دينار يا جماعة الخير، 400,000 دينار واحد خلص حياته سجن وتعذيب وقهر وحروب ويرجع ورفحاء ياخذ ولاده خارج العراق ياخذ ما اعرف ايش قد الله اعلم ارقام فلكيه ياخذون وذول ولاده خارج العراق شهرين ماكو واشير حرب تعذيب وجوع وقهر وعوز يرجع ياخذ 400,000 دينار. انا اناشد كل العالم وكل الفئات وكل المؤسسات، هل من الضمير بمكان ان يقبل ان ياخذ انسان 400,000 دينار مقابل تعذيب وعوز امراض نفسيه وجسديه؟ حتى بالدرجه الاولى امراض نفسيه، اكثر الاسرى تعاني من امراض نفسيه، لا تكفي عياده طبيب شهريا، اذا يروح شهريا مع العلاج 400,000 دينار ما تكفي. فانا هنا اشير واوضح هذا الامر وعلى الساده المسؤولين مناشدة واضحة وصريحة بأن يراعوا هذه الشريحة. الشكل العام كل المتقاعدين، ما أحكي عن نفسي، كل المتقاعدين عسكري مدني متى أحيل كل المتقاعدين لابد من إعطائهم حقوق تحفظ كرامتهم من يد العوز. 400 إذا مدني وإذا عسكري، الراتب الأدنى يكون 800,000 دينار كل المتقاعدين بشكل عام عسكري مدني. وين يودي 400,000 دينار؟ أي ابناء فاتورة موبايلات ما تكفيهم. ليس كثيرا على الحكومة الموقرة والبرلمان أن ينظروا بعين العطف والاحترام لآبائهم، لأن أكثر هذه الشريحة هي يعني كبار السن ويعتبر أب لكل العراقيين. فما هو يعني مجازات الأب؟ الأب بماذا يجازى؟ الاحترام وتقديم. الأب يحتاج إلى دواء ويحتاج إلى متطلبات، فكل المطالب وأكثرية تقريبا هي تعديل الراتب. الراتب لا يكفي 400,000 وهذه أمام عيونكم، أرجو أن توثقها توثيق رسمي، يعني حتى مو 800 بالشهرين. لذلك احنا نهيب بإخواننا وأبنائنا من رئيس الوزراء إلى رئيس البرلمان إلى كل الساسة ولاة هذا البلد أن ينصفوا هذه الشريحة، وهذا كله طبعا محسوب عليهم. نعم التاريخ يسجل، وقفوهم فإنهم مسؤولون. يعني لا ننسى قول الله تعالى في هذا، أنت محاسب أمام الله وأنت منتخب من هذا الشعب، إذن لما أنا انتخبتك ماذا ما هو دورك؟ أنت تظلمني أم تنصفني؟ أنت لساني وأنت حالي. الأربعمية خل يأخذها هو الساعدي ويأخذ رئيس البرلمان وأي واحد يأخذها. الكفي الأربعمية 250 بس كهرباء، 250 بس كهرباء أجار 650، شلون 400 يسوي 650؟ زين راتب كل شهر، زين هاي الشهر مجدود راتبنا، مجدود راتبنا الشهر جاي يداور بيها يستفيد من المستثمرين، يعطي سلف للمستثمرين، يعطي فلوس بها للعمل، لان شهر ليش شهرين وشهر واحد؟ كل راتب شهر واحد، ليش شهرين مسوي؟ وشهرا يتقدم 10 ايام يصرف الراتب. طبعا انا ما ارده احكي على زياده الراتب، بس ارده احكي على معاناه المتقاعد من راجع التقاعد، ما حد حكاها نهائيا. انا متقاعد عسكري بهذا الجيش وبذاك الجيش، 31 سنه. بس معامل التقاعد سنه وثمان اشهر انا راجع التقاعد. زين وما استلم التقاعد الا مساومه، الهويه ماكو، ما استلمتها الا بالمساومه. طلعت لي نهايه خدمه وبورقه رسميه من التقاعد 16 مليون، اجيت استلمت بس 7 ملايين، سالت ليش يابا؟ قال عندك توقفات تقاعديه، ما قاصين عندك توقفات تقاعديه بهذا الجيش، امنا بالله. استلمت الراتب على اساس راتب 600، استلمت بس 970، يابا ليش؟ قاطعين 120 ماتي ما توقفات تقاعديه.
يعني قطعوا من الكراميه 7 ملايين وكل شهر 120 لمده 3 سنين وحسبوها انتم ايش قد. هذا فساد التقاعد المدني والعسكري ما حد ذكرها. مشكورين انتم، نشكر قناتكم الموقره بنقل معاناتنا احنا منتسبي الجيش العراق السابق. الملعون بريمار حل الجيش وهو اهم اهم مؤسسه بالهيكل الاداري للدوله، نعم مشى انحل الجيش وترتبت لنا حقوق، والحقوق مثبته من تاريخ حالتنا على التقاعد بال 2005. وبال 2005 القانون واضح شمل كل الاجهزه الجيش والكيانات المنحله. اجى وين؟ اجى الاجتهاد الشخصي بتجزئه القوانين وتفصيلها على هوى الهوى السياسي مع شرد قولاني. المهم البرلمان يقرر والحكومة تقرر، ومن توصل للدوائر التنفيذية تشتغل التعديلات من خدمة 15 سنة صارت جوا والنوبة 30 سبعة ونص، هاي وحدة. ثانية توقيع قشري على 15 سنة، يعني خدمة 7 سنوات ونص. أكو عسكري بالجيش السابق خدمته 7 سنوات ونص، هاي اثنين. ثلاثة اجينا للتفسير مال قانون الموازنة، المكافأة 10 ملايين. اجتهد السيد الساعدي، هسه هو رجل قانون، احنا ما نريد ناخذ عليه، لربما هاي تفسيرات اخرى. كل 2.5، طيب 2.5 ماشي رضين، ليش ما تشمل الكل؟ زين وليش تقطير؟ ليش هسه احنا الغالبيه العظمى ومستحقين خدمه ورتبه وما ما مستلمين مكافاه نهايه الخدمه على التخصيصات الماليه؟ طيب البرلمان من قرر المكافاه ما حسب التخصيصات الماليه والعدد الكلي، هو يقول 97 ألف للجيش السابق أو 98. هسه احنا اللي استلمنا هذا العدد، والله مستحيل. عموما احنا هسه اليوم جينا مظاهرة نطالب بحقوقنا، وما نريد شيء مستحيل ولا رايدين شيء خارج الإرادة، هذا حق. هذا يا عم ما يلغون قانون بريمر اللي طلعنا على الجيش، يا عم ما يعطونا حقوقنا كاملة. ومشكورين وجزاكم الله خير. هيهات منا كله، هيهات منا كله، هيهات منا كله.